الجمهور اللي شايفينه هون حماسي جدا، عطى الكأس تبعه فينا نقول قبل ما تبلش المباراة. بقى مش كأس مؤخر، بيبقى كأس اللي بينتقل للفريق النبحان اليوم، اللي متأمل يكون الفريق الحكمي من كل أدنى لحتى التنين كمان يكون عرض لكرة السلة بلبنان. وقلوبنا الواسعة للحكمة. نختم نحن وياكم، نهاركم سعيد ونشوفكم بكرة. البطل الغالي بالمجد هيك.
ثلاث نقاط لبولوس اربع مرات. شوفوا الجاي شو هالحلا. شا يا سر بكل مستوى ليسان لبنان بيكان هالمره وبيكان قبل المره شدف طبم نتيجه كبيره كثير للبنان. بطل لبنان بطل العرب مرتين بطل اسيا قريبا ببطوله ماكدونالدز بعد ما فرجى انه لبنان بيربح اكبر البلدان. الملعب